قول له شو شغل؟ الجزائر تتقدم واحد، بوركينا تتعادل. الله. الجزائر 2-1، بوركينا تتعادل تاني. الله. ومن الدقيقة 82 أو 83 من ساعة ما بوركينا سجلت هدف التعادل، كل الإخوة في الجزائر مسكوا قلبهم بإيديهم. مش قوي كده، لأن بوركينا ما عدوش نص الملعب. أنا أخرج الجزائر. آه يا سلام. التصفيات. والجزائر بشهادة الجميع هو أفضل منتخب إفريقي الآن. ده حقيقة، مش بشهادة. بوركينا دي متعادلة الأسبوع اللي فات، من أربع أيام بالظبط، متعادلة مع النيجر اللي هو أضعف فرق المجموعة. شو تايم أوت، عشان الجزائر كانوا بره الجيم علشان اللي حصل مع منتخب البرتغال واللي حصل مع منتخب ايطاليا، وان التصفيات بتاع كاس العالم دي ملهاش كبير. ممكن تقول ان الجزائر كانت مش مركزه جوه الملعب شويه، منهكه شويه. واحد واحد. ردها كمل حبيبي. والجزائر متعادله مع مع بوركينا ايضا في المغرب، لانه بوركينا ما لعبتش في ملعبها ماتش الجزائر 0-0. مش هقارن نفسنا دلوقتي بالجزائر، استنى اصبر انت شويتين. انت بتقول ايه؟ تقارن نفسنا بجزائر مين؟ انت عارف لو قارنت نفسنا بتونس او نيجيريا اقول لك انت بتنقع. يعني انت مختار اقوى منتخب في افريقيا وبتقارن نفسنا بيه اللي هو شوبير؟ انت بتهبد يا بابا خلف، انت بتهبد وانت عارف انك بتهبد. هو نفس الاعلام المصري ونفس السياسات القذره بتاعته من ايام 67 لحد دلوقتي في نفس النغمة. هي يا جماعة احنا نقدر على التخين، وفي الاخر احنا قد كده بجد والله الفترة. يعني عارف قبل كده لو كنا اتكلمنا عن الموضوع ده كان عادي، كان عندنا منتخب، انما دلوقتي احنا قليلين قوي يا باشا. انت بتتكلم في ايه؟ انا بقول لك حتى نيجيريا وتونس اللي هم مفترض ان هم منتخبات يعني تعرف تلعب معاهم، بعد الماتش الاخير بتاع الجابون ده الواحد بصراحه بقى عنده يقين ان حتى المنتخبين دول هيعملوا علينا وان سايد جيم يا بابا. يعني اتكلم في ايه؟ كمل. واحد يعني تعادل ماتشين مع بوركينا فاسو. انا مش هقارن نفسي دلوقتي بالجزائر. امال انت بتتكلم في ايه يا شوشو؟ سنوات دلوقتي. يا بابا خلي بالك برضو شوبير كان من ضمن العناصر البارزه في المشكله كانت في 2009. يعني شوبير واحد من اللوبي القديم ده، فانت تعرف مين اللي بيتكلم. ابو منتخبين. قول يا حبيبي. المنتخب الاول المنتخب البوركينابي. البوركينابي الذي لم ينجح المنتخب الجزائري في الفوز عليه. على فكره شوبير المنتخب البوركيني ده لو كان معانا كان كسبنا رايح جاي. كان التاهل بالمواجهات المباشره كان هو يتاهل. سلام. لانه متعادل خارج ملعبه بنادي. شوف لفها لك ازاي، اللي هو خلي بالك لو تاهل كان بالنتائج المباشره بين الجزائر وبوركينا، الجزائر ما كانتش صاعدة. لكنك لست هذا الفريق اللي من الممكن الفوز او التغلب عليه. اعرف انت واقف فين علشان خاطر تعرف انت بتنافس مين. احنا واقفين في حته دلوقتي بالصلاه على النبي حتى المنتخبات تصنيف تاني خايفين منها، فانت دلوقتي لما تنقي انتوا خايفين من مين؟ من الجزائر؟ واطلع اقول لكم يا جماعه ما تقلقوش احنا نكسب الجزائر. انت بتهبد يا شوشو، انت بتهبد واحنا عارفين انك بتهبد، واحنا اساسا كمشجعين المنتخب المصري مش مصدقينك واخدين الكلام عليك ترول. ما بالك بقى بالاخوه الجزائريين اللي طبعا بيستفزوا من اي حاجه. يا باشا ده المدرب بتاع بوركينا فاسو علي استفز فيهم الفرقه والجماهير كلهم كانوا على اعصابهم. انت بقى مسكتهم من الحته دي اللي هو هنصدر لكم حرب دلوقتي. انت قد الحرب دي يا ابني، يا ابني انت قد الحرب دي يا ابني، ما تعبناش معاك يا ابني، يا ابني احنا جايبين جاز لوحدنا اساسا. كمل يا شوشو كمل. احنا بقى كان معانا مين؟ كان معانا الجابون، لعبت علينا ماتشين حلوين الماتش اللي فات والماتش ده اللي هو على ملعبنا وبره ملعبنا، كان معانا انجولا خدتنا غسيل ومكوى. يعني بتتكلم على جيبوتي وبتتكلم على النيجر شيخ اتنيل. الواحد بيتعب والله، هو ورضا عبد العال والله الواحد جابوا لي الضغط والله. يعني ما غلبوش غير جيبوتي والنيجر اللي هو بالصلاه على النبي ما كان جنبك منتخبين زيهم ما عرفتش تعمل عليهم سكور ليه؟ كنا مراهقين شويه.
تعادلوش مع فريقك اللي بنفس عدد نقاط الجزائر بس فرق الاهداف. كانوا صعب على الجزائر. فالجزائر ادي منتخب فريق امور ما بيننا وبين الجزائر 50-50. خد على مسؤوليتي الكلام يعني. ده انا لسه مسؤوليتك ايه؟ ده شو انت عمال تكذب طول عمرك يا حسام الشوبير؟ يعني حتى بعد ما قلت الكلام ده تكمل وتبقى جامد ومستمر على تصريحاتك؟ والله بعد الناس بيموني غلط. طب قول تصريحات دي ليه يا شوبير؟ عشان تطلع ترند فاهمنا. طيب ولا الدنيا بالنسبه لنا راحت فين؟ تونس الجميله الحبيبه كمان. بص اتكلم على تونس، اتكلم على نيجيريا، ان احنا نتمناهم في ظل الخناقه بتاعه المغرب والسنغال والجزائر دي احنا مالناش دعوه بيها دي يا باشا. احنا خلينا احنا في تونس ونيجيريا، مع كل الاحترام للمنتخب التونسي والمنتخب النيجيري. شوف برغم ان تونس يعني مستواهم الحالي مع مز اللي تبين يعني ممكن يكون زينا كده وقدنا في نفس الطريق، بس هم عندهم عناصر وخامات اعلى. يعني تخيل انت تونس عندهم عناصر وخامات اعلى بكتير جدا من اللي موجوده عندنا في منتخب مصر. يا باشا احنا عندنا محمد صلاح وقافلين عليه وحاطين كل الامل والطموحات عليه، انما الباقي يا باشا احنا ماشيين في نور الله، كلها لعيبه محليه هيتكشفوا في كاس العرب دي. فلما تيجي تتكلم على المنتخب الاول في افريقيا واقوى منتخب حاليا في افريقيا وتقعد تتكلم ان انت منافس وندي ليه، فانت بتنتهج نهج السياسه بتاع الاعلام المصري من 67 لما كنا مهزومين وفي الاخر بقينا سبحان الله احنا الفايزين وبيصدر لنا ان احنا اللي كنا كسبانين، وفي الاخر عرفنا الحقيقه ان الناس كانت بتنقع علينا. نفس السياسه والفلسفه هي من 67 لحد دلوقتي. احنا ما بيتطورش ب 2 جنيه الا ربع، ما فيش حاجه اسمها مصداقيه خالص. فلو الناس او الاخوه الجزائريين خدوا تصريحات احمد شوبير على محمل الجديه، فاحنا بقالنا سنين هنا في مصر ما بناخدش اي حاجه الاعلام المصري على محمل الجديه. اتمنى تكونوا فهمتوا القصه رايحه فين وجايه منين. بس بصراحه الفرجه على رضا عبد العال واحمد شوبير حاجه صعبه جدا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك عشان خاطر اخوك كان بيعاني في الفرجه على الاثنين دول بصراحه. وقول ما عجبك